مفيش اجمل من انك تكون في مكان شبهك، تاريخه يشبه اجدادك واصولك، بس الاحلى هو انك تشوف فيه بكره ويقدم لك حلول للمستقبل. من الاف السنين المصري القديم قرر يستقر على ضفاف النيل، واختار ان الزراعه تكون هي بدايه تاسيسه للحضاره العريقه. والنهارده من مدينه الطود، مدينه الاثار القديمه في محافظه الاقصر، المصري بيعيد نفس الفكره وبيقدم حلول زراعيه هتخدم محافظات كتير في الصعيد من خلال مشروع الصوب الزراعيه. السلام عليكم. من الجبل للزرعه، وتحديدا من قدام مشروع الصوب الزراعيه من مدينه الطود محافظه الاقصر. بس قبل اي حاجه، هو يعني ايه اصلا صوبه زراعيه؟ الصوبه هي بيت للزرع، بتحمي المحاصيل من التلوث، بتوفر كميات ميه، وبتوفر المحاصيل باسعار اقل وفي وقت غير اوانها. ما هو طول ما المنتج موجود الاسعار هتبقى معقوله والاقتصاد هيبقى احسن. وغير كل ده، فهي بتوفر فرص عمل لشباب كتير، وده حل سحري لاي مؤسسه تنمويه. معانا باشمهندسه زهرة الشرقاوي، هي المسؤوله عن اداره الصوب الزراعيه في مدينه الطود. ازيك يا باشمهندسه؟ اهلا، اخبار حضرتك؟ كله تمام الحمد لله. الحمد لله. طيب باشمهندسه، قولي لي ازاي المزارع بيستفيد من ارباح المشروع ده؟ يا اما هو على حسب المستفيد ذات نفسه، يا اما على حسب المزارع، يا اما هو عايز ان هو يشتغل باليوميه وليه مكسب شهري على حسب المبلغ اللي بتحدد المؤسسه، يا اما عايز ياخدها كمستفيد سواء كان يعني بالخساره بتاعتها او بربحها، هو بيشيل مسؤوليته. طيب انتوا زارعين ايه بقى النهارده؟ زارعين خيار. الفتره دي كل الصوب خيار؟ ايوه كل الصوب خيار. مش عايز تيجي توريني كده؟ اتفضل. تعالى اتفضل. طيب قولي لي بقى، احنا هنا النهارده احنا جايين يوم الجمع. ايوه فعلا. صح كده؟ ايوه. طيب اليوم بقى تفاصيله بتمشي ازاي؟ بيجوا انت قلت لي بيجوا من الصبح بدري؟ ايوه. طيب وبعد الخطوه اللي بيعملوها دلوقتي بقى ايه اللي بيحصل؟ بعد ما بيظبط الكرتونه وبيطلعوها لحد بره، لحد ما يجي التاجر بعربيته ويشيل الخضر بتاعه. طيب حلو قوي. طب ما تدوقونا كده الخيار ده نشوف بيقول ايه. جميل والله، تسلم ايديكم. احنا دلوقتي وسط المزارعين المستفيدين من مشروع الصوب الزراعيه في مدينه الطود، ومعانا علي. ازيك يا علي؟ اهلا وسهلا. عامل ايه؟ اهلا وسهلا. كله تمام؟ تمام الحمد لله. بتعمل ايه بقى هنا؟ بدايه الشغل ان احنا بنجيب سماد عضوي، بنظبط الارض، نجيب عزاكه تعزق وكده ونظبطها، بعد كده بنجيب البذر، نزرع البذره وكده. بتاخد اسبوع او 8 ايام بتخدر. ويعني بتفضل بقى مكمل لحد يوم الجمع اللي هو لحد اخر يوم الجمع. قول لي بقى، انت كنت شغال ايه قبل ما تكون مزارع؟ هل كنت مزارع ولا كنت حاجه ثانيه؟ كنت شغال نجار قبل كده. النجار شغال، كنت نجار شغال كده قبل كده، بس اللي هي ان هو شغال يوم 3 ايام شغال او 10 ايام نايم، مفيش شغل. يعني الشغل خفيف، يوم ويوم لا. تمام. بس الشغل هنا دايم كل يوم. دي احسن من ديك. وايه اللي خلاك تغير من النجاره للزراعه؟ عشان انا عامل حادثه وكده، عربيه خبطتني وكده، مركب شرح مسامير. فقررت ان انت تبقى مزارع. ابقى مزارع وكده. الشغل بالنسبه لك كويس، بسيط شويه، احسن من ديك يعني. ديك فيها شيل وحط، لكن دي كويسه. المشروع بتستفاد منه ماديا وكخبره في الشغل، بيفيدك ازاي المشروع؟ بيفيدني اني خبره كتير بشتغل، يعني الخبرة دي بعد كده ممكن انا اطبقها مع نفسي كده بعدين. تشتغل بعد كده، بعد كده بره تبقى عندك حاجة لوحدك يعني؟ بعد كده معك حاجة لوحدك. بس دورك انك انت شغال تحت ادارة المهندسين. تمام. مش مهندس واحد او اثنين او ثلاثة بيبقوا عليك، بيقول لك اعمل دي واعمل دي واعمل دي. بس كده بيظبطها لك، بيعلمك الشغل ازاي. بتستفاد انك انت ايه، تاخد خبرة انك انت تشتغل عند، تعمل تتأجر ارض او تشتري ارض تعملها وكده. انا بشكرك جدا علي، يخليك، اتشرفت بيك. تسلم يا شيخ. شكرا ليك جدا. تسلم يا شيخ. يمكن قليل لما بنشوف من التفاصيل الصغيره نتائج عظيمه، بس بعد ما شفنا نماذج زي زهره وعلي اتاكدنا ان اللي بيحصل هنا نتيجه منطقيه، وان مشروع الصوب الزراعيه اللي عملته مصر الخير مع بنك تنميه الصادرات بقى بيوفر 500 طن شهريا من الخضار بيتسوق في محافظات زي الاقصر واطوان وقنا والبحر الاحمر، وقضى على مشكلات زي غلاء الاسعار والبطاله. فلو انت عندك مشاكل زي دي، اضرب كل العصافير بصوبه واحده.